الو 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 يا استاذ شريف، ازاي حضرتك يا فندم؟ بخير يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ولجمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. يعني النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، ماذا حدث في هذا الاجتماع؟ اولا بشكرك على الاتصال وبحييك على برنامجك الرائع الحقيقه وفرصتك المتميزه من خلال قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. الحقيقه ان هو اول اجتماع كابتن اسلام كما تعلم في العام 2019. نعم. كان في جدول اعمال الحقيقه كبير، ولذلك تم فتح الجلسه او مدها، سيتم تحديد موعد لاحق استقبال ان شاء الله بنود الجدول الاعمال. تمام. في كل الاحوال صدرت مجموعه من القرارات، لان ربما في اولها واهمها هو التاكيد على ضروره يعني احياء ذكرى شهدائنا. والحقيقه رغم ان احنا مش بحاجه الى احياء هذه الذكرى، لانه ابنائنا في القلب 72 شهيد قضوا في الحادثه الشهيره في بورسعيد. ان شاء الله يوم 1 فبراير مجلس الاداره بكامل هيئته بقياده الكابتن محمود الصفيد وممثلي عن الفرق الرياضيه المختلفه هيقوم بوضع اكليل من الظهور على نصب التذكاري الموجود في النادي الاهلي بالجزيره. كمان هيتم فتح النادي الاهلي وفروع مختلفه لاسر الشهداء وذويهم في هذا اليوم لقضاء يوم مع اعضاء النادي. وايضا مجلس الاداره قرر يعني في شكل رمزي اهداء اسر الشهداء التيشيرت الجديد الخاص بالنادي الاهلي، يعني نوع من تيمنا يعني بهذه الذكرى. حضرتك عارف وانت يعني نجم وابن من ابناء النادي الاهلي انه جمهور النادي الاهلي طول عمره هو الشريك الرئيسي او القاسم الاكبر في كل بطولات النادي والدافع الاكبر لتحقيق البطولات. عشان كده هذه الذكرى هي ذكرى يعني غاليه على نفوس الجميع، رغم انها مؤلمه لكنها ملهمه في نفس التوقيت لكل المنتمين للنادي الاهلي لبذل المزيد من العرق والجهد تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء. الحقيقه ايضا حضرتك تعلم انه لجنه الشؤون العضويه انتهت من مقابله العشرات والمئات اللي الحقيقه قرروا ينضموا للنادي الاهلي والاستفاده من الاسعار القديمه الخاصه برسوم الاشتراك. بكره ان شاء الله اخر يوم، اذا رغب اي من الساده الراغبين في الاشتراك في النادي الاهلي يقدر يحصل على استماره بكره، ويكون عنده فرصه لمده 3 اسابيع لشهر انه يدفع بالاسعار القديمه اللي هي 350,000 جنيه للعضويه الكامله علشان يكون عضو عامل ويدخل كل الفروع في مدينه نصر والشيخ زايد طبعا التجمع، ويبقى الشيخ زايد ب 125 حتى الغد والتجمع ب 200,000. اما اعتبارا من 1 فبراير فسيتم العمل بالاسعار الجديده وهي 500,000 جنيه للعضويه الكامله و200,000 للتجمع و175 مجموعه من القرارات الاخرى المتعلقه بسفر البعثات المختلفه. المهندس خالد مرتجي ان شاء الله سيرأس بعثه النادي الاهلي الى تنزانيا لمباراه الاياب امام فريق سيمبا يوم 12 فبراير. كل امنيات طيبه ان شاء الله للنادي الاهلي تكون في هاتين المباراتين، سواء السبت المقبل في استاد الجيش برج العرب في مصر او يوم 12/2 ان شاء الله في دار السلام. نعم. تقرر ايضا سفر فريق الناشئين 2006 كره القدم الى دبي للمشاركه في بطوله دبي الدوليه، ودي المشاركه الثانيه او الثالثه على مستوى الحقيقه. النادي الاهلي حريص على تطوير علاقاته العربيه وكمان توفير الاحتكاك المناسب واللازم لقطاع الناشئين في هذه الفترة. وتم تكليف الدكتورة رانيا عدواني عضو مجلس رئاسة البعثة ايضا في اطار الاهتمام بكل اللعبات الحقيقة، مش بس كرة القدم ولا السلة ولا الطايرة. كابتن اسلام فريق الكاراتيه 80 لاعب هيسافروا في الى بطولة سيريس اي، والبطولة دي هتقام في دولتين هما النمسا وتركيا اعتبارا من اخر فبراير حتى 12 مارس. سيتم تقسيم المشاركين 40 و40، مجموعه تسافر النمسا ومجموعه تسافر تركيا ان شاء الله. بالاضافه كما تعرف حضرتك انه فريق الغطس موجود الان في هولندا، وتغيب رئيس الفريق القنديل عن الاجتماع بسبب انه رئيس البعثه في امستردام. اخيرا تم تكليف عدد من المدربين لذوي الاحتياجات الخاصه في مقر النادي في الجزيره، اسوه بما حدث في مدينه نصر والشيخ زايد. حضرتك تعلم انه النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقه حريص جدا على توفير الاحتكاك اللازم لذوي الاحتياجات الخاصه، ومعاملتهم الحقيقه شانهم شان الممارسين الطبيعيين، يعني انطلاقا من اهميه اصحاب الذمم وذوي القدرات الخاصه اللي هم طاقه الحقيقه معطله. مجلس الاداره والنادي الاهلي حريص ان هو يحولهم
الى طاقه منتجه والاستفاده منهم كابناء للنادي الاهلي وابناء لمصر الكبيره بشكل عام. الجلسه زي ما قلت لحضرتك ستبقى مفتوحه ان شاء الله لاستكمالها في وقت محدد لاحقا. تمام، اي قرارات اخرى سيتم اتخاذها خلال الجلسه المفتوحه؟ يعني هل سيتم اتخاذ قرارات خلال هذه الفتره ولا هنستنى لغايه يوم الجلسه الاجتماع الاخر؟ ما يتعلق بشؤون النادي، تعرف انه المكتب التنفيذي بيرفع توصيات لمجلس الاداره وبتاخد القرارات طبعا الكابتن كامل. اما ما يتعلق بشؤون كره القدم ففي تفويض من مجلس الاداره للكابتن محمود الخطيب باداره هذا الملف، فاذا كان في قرارات تتعلق بكره القدم كابتن محمود طبعا مفوض باتخاذها وبفحصها ثم عرضها على مجلس الاداره للاعتماد فقط يعني. لكن في كل الاحوال مجلس الاداره الجلسه في يعني مجلس في حد ذاتها دائم ودايما على تواصل الحقيقه بوسائل الاجتماعات المختلفه التكنولوجيا الحديثه طبعا كما تعلم، فاي قرار يرى النادي الاهلي انه بحاجه الى صدور قبل اجتماع مجلس الاداره بيتخذه المجلس على الفور بالتشاور المستمر بين اعضاء المجلس يعني. لكن معظم القرارات بتطلع لما بيكون في جلسه زي ما حضرتك تعلم. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ شريف على قرارات مجلس إدارة الأهلي أو على التأكيد على بعض قرارات من مجلس إدارة النادي الأهلي. أولا التأكيد على ضرورة إحياء ذكرى شهدائنا يوم 1 فبراير بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري اللي موجود.